ينزع فلان ويعين شخصية وطنية. هذا أمر غريب جدا، لأنهم نسوا أمر مهم، أنه إدارة الأزمة لا تكون على الأشخاص. نحن عانينا طيلة هذه السنوات لأنهم الأشخاص لما تتجاوز أو لما تضعف أو لما تكون سيئة النية أو لما تكون فاسدة أو حتى خائنة، يعني مجموعة من المؤاخذات. رح نشوف رقم سجل مجموعة من المؤاخذات ربما على المبادرات، هكذا حبيت تقول. أو ربما الأسلم، المسار الأسلم الذي كان يجب أن تتخذه أي مبادرة من أجل النجاح، حتى أنك طرحت مبادرة قلت وفشلت ربما. لماذا جانبت حسب رأيك طبعا هذه المبادرات النجاح أو ربما هي مهددة بالفشل؟ نعم، أولا حب الزعامة، ثانيا إقصاء الغير، ثالثا تقديم حلول لأجل أشخاص، رابعا طرح نفسهم كبديل، كبديل أخلاقي وكبديل أفضل وكبديل، فهمت؟ الطلبات تقدم للنظام. هذه كل المعطيات، أقول لهم فقط هذه المعطيات ستؤدي إلى فشل مبادرتكم. طيب، يجب إعادة النظر في هذه المبادرة. طيب، ربما استمع إليك جيدا أستاذ مسعود مديبة. أستاذ مسعود مديبة مشارك في تكتل النقابي أو مبادرة المجتمع المدني. استمعنا الأستاذ لحسن، عنده مجموعة من المؤاخذات على كل من بادر، ربما تعقيبك أو رأيك. أولا يجب أن نعترف بأن الحراك الشعبي السلمي الذي صنعه الشعب الجزائري ولد ديناميكية أو حركية مجتمعية في عديد المجالات. عندما نجد بأن هناك عديد الفضاءات تتشكل وتتضارس الوضع وتريد أن تقدم مبادرة، إذن هذا أمر إيجابي. المجتمع الجزائري يتهيكل بالطريق السليم، المهم يحاول أن يهيكل. هناك سياسات فاشلة لعقود لم تستطع أن تهيكل الشعب الجزائري ولم تستطيع أن تؤسس للمفهوم المواطني في المجتمع الجزائري، وبالتالي عندما عجزنا أن نهيكل هذا الشعب ونجعله شريك فعلي وأساسي لبناء الدولة، إذن اليوم الشعب الجزائري الذي صنع 22 فبراير هو يهيكل في نفسه ويبني في نفسه بعديد الفضاءات وبعديد التصورات. ونظن بأن التعدد وتعدد التصورات هو علامة صحية لا يمكن أن نصل بها إلى نتيجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إلى اليوم ولا أحد وصي على الحراك الشعبي أو على الشعب الجزائري. اليوم الشعب الجزائري الذي صنع لنا معجزة في التنظيم ومعجزة في التحرك، كل جمعة نظن بأنه يتطلب الآن أن كل من يجسد مطالب هذا الشعب يجب أن تكون له من العبقرية ويجب أن تكون له من رؤية استشرافية أساسية حتى يكون في مستوى هذا الشعب الجزائري. نحن كنقابات مستقلة لمختلف القطاعات نظن بأننا لدينا رصيد نضالي. هذا الرصيد النضالي بإيجابياته وسلبياته ولعقود واجهنا هذه الأنظمة الفاسدة أو هذا القطاع اللي يعني المسؤولين الفاسدين واجهنا، يعني لما كان الكثير من الناس كلهم يجروا وراء الريع ويتفهتفون منها، لا أحد يستطيع الكلام ولا أحد يستطيع الكلام، وكان العديد من الناس يتنافسون على الريع. نحن كنا نناضل وكنا نتابع وكان التضييق اللي كنا نعيشه وكنا نعزل وكنا، لكن ما قلناش بأننا ناضلنا. نحن الآن ننحني أمام الشعب الجزائري وأمام شباب الجزائر ونحن منه ونريد أن نقدم الإضافة أولا في الميدان. لكن أستاذ حسن تواتي يقول لك باللي ربما نزعنا ذلك النظام أو اجتثثنا ذلك النظام حتى لنا ربما ما نتفائلوش كثيرا، لكننا بطريقة أو بأخرى لما شكلنا مبادرات لما درنا أفكار توجهنا بها إلى هذا النظام. قال لك أولا إلى حد الساعة ما زال نفس النظام هو الذي يقود الجزائر، لم يتغير النظام، ما زالت نفس الرموز ونفس ومؤسسات الدولة تسير برموز لها ضلع كبير في الفساد. في نقطة ربما التوجه بالحوار إلى السلطة، نحن هو نظن بأنه كل ممكن من خلال تواصله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو تواصله مع بعض الأفراد هو عنده تصورات معينة لهذا الأمر. نحن لما نتكلم على مبادرة
فعاليات المجتمع المدني. فعاليات المجتمع المدني منطلقاتها أو منطلقاتها هي النقابات المستقلة لمختلف القطاعات. وانتم تعلموا بأن النقابات أهم ميزة تمتاز بها هي أنها تحمل كل التوجهات. النقابة الواحدة بها كل التوجهات وكل التيارات، وهذه قوة النقابة في مثل هذه المسائل. إذا نحن كنقابة عندما نجتمع 15 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات بوزنها الميداني بجميع التوجهات، إذا هذا المكسب الأول، أننا استطعنا أن نوحد العمال في تصورات معينة. لدينا مبادرة، يعني منطلقات لمبادرة بالنسبة كنقابة أو ككونفدرالية نقابات جزائرية، لكن نحن نعرف بأن المبادرة لا يمكن أن يصنعها شخص ولا يمكن أن يصنعها بفضاء محدود، يجب أن يصنعها كل الجزائريين. ولذلك نحن لم نعلن على مبادرة كونفدرالية النقابات الجزائرية، نحن صنعنا مبادرة بنتنا نتوحد عليها كنقابات، بعد ذلك انطلقنا إلى فتح هذه المبادرة إلى فعاليات المجتمع المدني. المجتمع المدني بجميع توجهاته وبجميع تياراته. ونظن بأن الشيء الإيجابي في الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني وبشهادة الجميع وبشهادة جميع الأطياف والتيارات، أننا قدرنا نجمع كل التيارات هي موجودة في هذا الفضاء. الندوة الوطنية اللي كانوا حاضرينها تقريب 100 جمعية وطنية. نحن ما حبيناش نتعاملوا مع الجمعيات المحلية لأن الأمر يتطلب منهجية في العمل لحتى يعني نؤسس فضاءات تكون ذات مصداقية. هذه الجمعيات، كل جمعية ممكن، يعني كل فضاء جانا ممكن ب 13 أو 14 مبادرة. كل فضاء واحد يقول لك عندني 20 مبادرة، واحد يقول لنا عندك 15، واحد يقول لك. لما تلقتها كل هذه المبادرات كان من واجبنا نحن، ونحن تحملنا المسؤولية ككونفدرالية النقابات الجزائرية، تحملنا المسؤولية أننا نجمع كل الفضاءات لفعاليات المجتمع المدني. طيب. وقدرنا بعد جهد جهيد بعدد اللقاءات التشاورية، لقاءات معلنة ولقاءات غير معلنة، جبنا جميع الفضاءات في إطار لمحاور جامعة، وعلنا على هذه المحاور في الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني. ولم نتوقف هنا، نحن لما أعلناها وصدرنا بيان ختامي قلنا بأن هذا لا يكفي. هذا لا يكفي، لضروري أننا ننفتح على جميع الفضاءات الأخرى التي لم تلتحق بنا، وعلى جميع الفضاءات المجتمع الفعاليات المجتمع المدني من أحزاب وشخصيات سياسية وشخصيات وطنية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين. هذا العمل هدفنا منه ما هو بالأساس؟ هو كيف نقرب بين كل الجزائريين بجميع التيارات وبجميع الفعاليات. نحن حددنا خارطة ونحن نعمل في هذا الإطار. مازال ما وصلناش، مازال ما تكلمناش على المبادرة نسلمها لمن ولأي من. نحن نريد أن نجتمع أولا. عندما نجتمع بجميع الحساسيات وبجميع الفضاءات، عندما نلتقي ونناقش ونقترب من بعض، ونعرف بأننا كل في النهاية نحن كلنا نغير على الجزائر وكلنا نحب الجزائر، إذن ضروري ونحن عندنا ثقة بأنه سنلتقي على إطار جامع لأن الهدف واحد. وقلنا لهم لجميع وخصوصا الأحزاب ممكن اللي تواصلنا معها، قلنا لهم نحن ما راحينش ننافسكم في الحكم، لكن سنكون منافسين شرسين في الحل، لحل الأزمة السياسية للبلاد. دورنا كلنا أننا نساهم في الحل. عندما نحل الأزمة نظن بأنه بعدها لما نروح للمحطات الأخرى الانتخابية، نحن كمجتمع مدني عندنا دورنا في الميدان. ما عندناش، ما قلنا لهم ما راحينش ننافسكم في هذا الأمر، أنتم لازم تكونوا في المستوى المطلوب اللي راح نأسوه في كجزائريين. طيب. نجتمعوا، والاجتماع ليس معنا في اجتماع في إطار التنوع وفي إطار الحفاظ على خصوصيات كل الفضاءات، لكن هناك محاور أساسية أكيد سنجتمع عليها كجزائريين. ولم نتكلم بعد لمن سنقدم المبادرة ومن سنحاور. طيب. هذا المحطة مازال مصنوعة باش ما نستهلكوش كثير من الوقت. عندك تعقيب وإلا نمر؟ نعم عندي تعقيب. أولا لا يهم لمن ستقدم المبادرة، يهمني ما مضمون المبادرة. لأنه الأستاذ الفاضل لم يحدثكم عن البيان الختامي الذي أصدروه والذي تضمن عدة نقاط، كنت اطلعت إليه شخصيا وحاورت حتى بعض قيادات القوى تجمع فعاليات المجتمع المدني. أقول لهم فقط أنا لا أهاجمكم، بل أقدم انتقاد بناء. أرجوكم أول شيء قدموا لنا الآليات، لأنه إدارة الأزمة
لا تتم عن طريق الأشخاص، لا تقولوا نزعوا فلان وحطوا فلان، لا تقولوا نحي لي رئيس الوزراء ومن بعد أجلس فيه على طاولة الحوار. هذه مؤسسة هذه أي مؤسسة، ويقدر ينحي يعني لك شخص ويحط لك نقطة، أو يقدر يحط ينحي لك شخص ويحط لك شخص وأنت مرغم باش تتعامل مع ذاك الشخص. يعني المضمون أقول لهم فقط أريد منكم تطوير تلك الفكرة لأن تطوير تلك الفكرة هو الذي سيؤدي بنا إلى بر الأمان. كاين ثاني نقطة مهمة جدا، لستم أنتم من تجسدون مطالب الشعب، ليسوا هم من يجسدون مطالب الشعب. أكيد هي اجتهادات. نعم يجب أن يقولوا نحن يبادل لأجل الوصول إلى الحل. يجب أن ينطلقوا من أرضية فكرية أنه نحن نقدم ما نراه نحن كفئة ليتكلم باسم الشعب، لأنهم يقول لك نحاول هذا الحراك. إلى حد الآن تكلم باسم الشعب، ربما هنا خلينا نديروا نقطة نظام، لا يوجد إلى يومنا هذا. أنا حسب ما علمي ليس فقط إذا كان سعود بوديبا يقدر يصلح لي، أنه الحراك لا يحتاج أحد هنا بشيء. أولا ليس نحن أو فضاء من الفضاءات هو من يقول أنزع فلان وفلان. من يقول لا نريد قطيعة مع النظام ولا نريد فلان وفلان هو الشعب الجزائري، ونحن لسنا أوصياء على الشعب الجزائري، والشعب الجزائري سيد، ومن سيده هو الدستور الجزائري. هو من سيده. ربما عن ربما موضوع الحصة والحديث ربما عن الخطاب المنتظر لبن صالح. اليوم أستاذ مسعود نحن في حالة انسداد حقيقية، لدينا انتخابات كانت مقررة في يوم الغد وتم إلغائها اليوم، ربما لمجموعة من الأسباب ألغيت تلك الانتخابات، عدم وجود الضمانات الكافية، عدم وجود ربما عدم تحييد الحكومة التي بقيت هي ربما العثرة أو العقبة التي واجهت عدم إقبال الشعب الجزائري على هذه الانتخابات. اليوم بن صالح مطالب بماذا إذا كان فعلا كما تطرقت في أولى تصريحك، تطرقت أنه بن صالح مطالب بالاستجابة إلى مطالب هذا الشعب الجزائري، ربما في نقاط قبل أن نخرج فاصل. نحن أولا كإشارة بأن لكل السلطات أو مشرفين على المؤسسات المختلفة مطالبين بأنهم يجتهدوا، سواء ما تعلق بالقانونيين أو الدستوريين أو المسؤولين بأنواعهم، يجب أن يجتهدوا، وليس مهمتنا نحن أن يجتهدوا في وضع الآليات التي تجسد مطالب الشعب وسيادة الشعب، وهذا واجب يعني ولا مزايدة. وحتى إن اقتضى الأمر أننا نحور كل القوانين أو نصدر قوانين من أجل أن نحقق سيادة الشعب فهذا واجب هذه الفضاءات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشعب الجزائري واضح في مطالبه. هذا هو الشيء اللي مقدروش، عندما يقول ضروري رحيل، لما يقول رحيل البقات واضحة رحيل البقات، ولما يقول رحيل البقات هو سيد، هذا الشعب هو سيد، والسيادة الشعبية تقتضي أنه لا يجب أن نجد كيف ترحل البقات، يجب أن نجد الحلول لرحيل البقات. الأمر الثاني، ليس الشعب الجزائري من إذا كان المسار، عندما أخذنا المسار الدستوري من خلال المدنية واثنين ووصلنا إلى انسداد فعلي يوم 25 ماي استحالة إجراء انتخابات 4 جويلية، وبالتالي هذه إرادة شعبية، هذه سيادة شعبية. إذن من أنتهج هذه السياسة ووصلت إلى الانسداد ضروري أن يعترف بأن السيادة الشعبية ضروري أن تحترم، والدستور الجزائري واضح في هذه النقطة، من الديباجة إلى مواده السيادية واضح في مثل هذه المسائل. احترام السيادة الشعبية هذا خط أحمر ضروري أننا نعمل من أجله، وبالتالي نحن من واجبنا في إطارنا الضيق أن نجتهد، كيف نجتهد كلنا، كل يقدم تصوراته كيف يحقق هذه السيادة الشعبية. طيب شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نخرج فاصل إعلاني قصير ثم نواصل الجزء.
سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من البلاد اليوم. سويعات فقط تفصل الجزائريين عن خطاب جديد لرئيس الدولة، الخطاب الذي يأتي بعد جلسة المشاورات التي جمعته بالوزير الأول والتي تدارس فيها مختلف تداعيات وتطورات الأزمة، حيث أكد بيان الرئاسة أن بن صالح سيفرج فيه أي في هذا الخطاب عن مقاربة جديدة بخصوص الرئاسيات وإطلاق حوار وطني شامل. وبمرور هذه السويعات يقف رأي العام منتظرا الجديد بين من يرى أن خطاب بن صالح سيحمل في طياته هذه المرة تنازلات وصل تخمين البعض إلى أنها قد تصل حد التفريط في حكومة بدوي، بينما يتابع البعض الآخر بتحفظ انطلاقا من أن خطابات الرجل السابقة لم تأتي بتعليمات جدية انتظرها الجميع. ما الذي سيقوله بن صالح في قادم السويعات؟ وهل سيكون الجزائريون أمام مسعى جدي للخروج من الأزمة؟ وما علاقة خطاب بن صالح بندوة الحوار التي أطلقتها المعارضة؟ أفكار وأخرى أطرحها للنقاش رفقة ضيفي في الاستوديو الأستاذ الحسن تواتي رئيس مركز الدراسات القانونية. أهلا بك أستاذ. شكرا جزيلا. حضر معي أيضا الأستاذ مسعود بوديبة النقابي والفاعل الميداني. أهلا بك أستاذ مسعود. أهلا وسهلا. نبدأ معك ربما الحوار، إذن حالة ترقب ربما منذ إعلان بيان الرئاسة عن أنه بن صالح سيطلق مقاربة جديدة من أجل حوار وطني شامل قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية، حسب توقعاتك ربما المعتاد في خطابات بن صالح، هل سيكون هناك جديد؟ هل ستكون هناك أمور عملية هذه المرة تخلينا ربما نمشي خطوات ونكسب خطوات للحل؟ مساء الخير. اليوم ونحن على مقربة من والجزائر تحتفي بعيدي الاستقلال والشباب، احتفاء سيتزامن والجمعة 20 من الحراك الشعبي السلمي. هي فرصة تاريخية يجب أن نقف عندها. 5 جويلية عيد الاستقلال صنعه شباب بمنطلقات عمرها 132 سنة من الاستعمار. شباب فجر الثورة وفق مبادئ واضحة، مبادئ إلى اليوم كمرجع أساس، هي الأساس إلى اليوم، اللي هو بيان أول نوفمبر 54. تلك المرجعيات التي وحدت الجزائريين، وحدتهم بجميع أطيافهم وبجميع توجهاتهم، وعندما كان الهدف واضح كل الجزائريين عملوا يد واحدة واستطاعوا أن يصنعوا لنا عديد المراجع التاريخية، سواء كاستراتيجيات حربية أو استراتيجيات سياسية أو مرجعيات لبناء الدولة. الأساس هو وحدة الهدف. أساس هو وحدة الهدف، وعندها كان الاستقلال، وكانت معجزة تاريخية عند الجزائريين. الجزائر اليوم هي جزائر مستقلة بأيدينا نحن كجزائريين. نحن اليوم نرى بأن من مسؤولياتنا ومن واجبنا ووفاء لشهدائنا الأبرار أننا يجب أن نستمر في نفس النهج، وضروري أننا نستغل أي فرصة ممكنة لتحقيق حلم بناء الدولة الجزائرية بمعايير واضحة، جزائر حرة ديمقراطية شعبية اجتماعية تعددية مدنية، دولة هي في قوة يعني في إطار القانون، ودائما أقول تحت في إطار مبادئ أول بيان أول نوفمبر 54. اليوم كذلك نحن نعيش مثل ما قلت، سنعيش الجمعة 20 للحراك الشعبي السلمي الذي انطلق يوم 22 فبراير. 22 فبراير هو تاريخ يجب أن يسجل من ذهب، لأنه تاريخ وحد كل الجزائريين، خروج الجزائريين في ربوع الوطن وفي كل ولايات الوطن وبنفس التوجه وبنفس الحلم، هذا حلم تاريخي. إذا نحن نراه كذلك، هو درس وهو مرجعية أساسية يمكن استغلالها، أننا ننطلق وبسرعة في بناء الدولة الجزائرية
بالتصورات الحديثة التي تجعلنا ننافس الدول، دول الشمال ودول الجوار. تعثرنا. وبالتالي نحن ليس من حقنا اليوم أننا نضيع هذه الفرصة، وليس من حقنا أننا نضيع الهدف، الهدف المنشود، ونترك الفرصة لما يفرقنا، أو نترك الفرصة لما لتعيد نزاعات، أو لتعيد ممكن حواجز التي فرقت بين الجزائريين. هي فرصة أننا نوحد الجزائريين ونزيل كل الضبابية التي صنعت في 57 سنة، وجعلت أن الجزائريين في دولة واحدة يعتقدون بأنه كل لا يحظى بحقوق الآخر، أو هناك من هو أفضل منه في مبدأ اللي هو مبدأ تكافؤ الفرص، كيف نحقق المساواة، كيف نحقق العدالة. إذن نظن بأن هذا الخلل الموجود والذي هو مصنوع عند الجزائريين، نظن بأن الجزائريين الآن مستعدين باش نروحوا إلى هذا الفضاء. نتمنى بأن كل مسؤول في هذا البلد أنه يعمل في هذا الاتجاه، وأننا نوضع إطار أساسي كيف نبني جزائر المستقبل. الجزائريين اليوم صنعوا قطيعة مع النظام، مع النظام الفاسد، مع النظام الذي أساء إلى الجزائريين، أساء إلى الجزائر وأساء إلى الشهداء. ونظن بأن أرقام الفساد والعصب التي قادت الجزائر إلى الهاوية، نظن بأن هذا يعطي الحق للشعب الجزائري بأنه فعلا هذا النظام يجب أن تكون قطيعة معه. ولذلك فهو وضع ملامح للقطيعة يجب احترامها. الآن أثبتنا بأنه من يوم إلى آخر بأن رموز النظام الحالي اللي هي امتداد للنظام السابق لا يمكن أن تحقق لنا حل الجزائريين. ولذلك نحن لا ننتظر الشيء الكثير إذا لم ينخرط هؤلاء فيما يطلبه الشعب الجزائري وفيما يحقق مطالب الشعب الجزائري. إذن يعني نحن، أنا فهمت من كلامك أستاذ مسعود حتى نوسع قليلا النقاش، أنه الأستاذ مسعود بوديبة قال لك الشعب الجزائري خرج 22 من فيفري من أجل القضيع هذا النظام. اليوم عدنا رئيس الدولة يقرر إطلاق مبادرة جديدة، أو كما سماها ربما المقاربة الجديدة. هذه المقاربة يقول الأستاذ مسعود بوديبة أنها بمجرد أنها تأتي من ربما بعض بقايا النظام السابق، فيها ما يقال وعليها، لكن إلا إذا أتت بجديد، الجديد الذي يجسد مطالب الشعب ومطالب الحراك. أو هل نستطيع القول أنه بن صالح قد حافظ الدرس ربما، وقد سجل كل المؤاخذات التي أطلقها في الندوة الأولى التي تعثرت بسبب رفضها الشعبي، أو رفضها حتى من قبل ربما الطبقة السياسية؟ ما الذي نتوقعه، ما الجديد الذي نتوقعه ربما في هذه المبادرة حسب رأيك؟ نعم، أعتقد أنه سيد رئيس الدولة سيد بن صالح اكتشف مؤخرا أنه هناك مبادرات، هناك أمور، هناك مستجدات، هناك متغيرات على الساحة، أراد فقط أن يتدخل بشكل أو ما لكي يكون هناك أرضية. لا أعتقد أنه كما يتفضل الأستاذ الكريم، لا أعتقد أنه سيطلق حوار، بل سيطلق أرضية لأجل الحوار، سيعطي آليات لأجل الحوار. نعم، لأنه لو تلاحظ كل المبادرات أو كل الحوارات التي أطلقت هنا أو دعوات للحوار كانت كلها جهة معينة لا تمثل كل الشعب، لأنها المبادرات بقيت فئوية. نعم، لا نقول فئوية يعني بحسن النية يعني، لا، لأنه أصبحنا لما نتكلم يقول لك أكتاجم هو ويعمل وربي يعاونهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولكن نسوا شيء مهم، أنه كل شيء يجب أن هذا وطن، ما هوش أمر يتعلق بشخص أو فئة أو معين. يجب أن يكون أي مبادرة أو أي شيء تشمل كل مكونات المجتمع. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية هي الأهم، أنه بن صالح استغل هذه الفرصة، سيعطي لنا آليات الحوار ولكن لن يشرفوا على الحوار. أعتقد أنه أفضل شيء سيقدمه بن صالح ربما هي أرضية، ربما حتى إعطاء الضوء الأخضر لأجل تشكيل لجنة التي تشرف على إعداد أرضية تكون الدولة والإدارة والنظام السابق يكون بعيد كل البعد عن الحوار، لأنه لا يمكن لك أن تنطلق من مأساتي ومأساتك ومأسات الشعب الجزائري كامل
وتقول له نظرا لانه كاين ماساه لازم احنا يكون هكا. لا، اذا كان كاين عقده الاضطهاد، اذا كان كنت معارضه من قبل، لا يجب ان تنسى اليوم انه تجاوزنا مرحله المعارضه وتجاوزنا مرحله الموالاه. لا تعتقد انه بمجرد وجود نظام فاسد اني نعطي لك البلاد انت تسيرها، لانه الشعبويه لا تؤدي الى شيء. علينا لننتقل من معسكر الى معسكر. نعم، من معسكر الى معسكر. كل مبادراتهم، كل مقترحاتهم، كل حوارهم يهدف الى امر واحد فقط. هم يعتقدون انه الامر من هم؟ مثلا قوى التغيير، مثلا النقابات، النقابات، تكتل النقابات، مثلا بعض الشخصيات الوطنيه، بعض الكيانات، بعض ما هكا مبادرات شخصيه، يعني لا ترقى. مثلا المبادره اللي درتها انا مبادره شخصيه، يعني لا ترقى الى، لم تلقى القبول، لم تلقى يعني هكا الصدى الاعلامي الذي يمكن ان نصفها بانها مبادره، اعتبرها مبادره شخصيه يعني. اصلا لم استطع حتى ان اوصل هذه المبادره، اذا هي يعني ميته بمجرد ان الشخص هذا ما عندوش صدى اعلامي او غير معروف، يعني ما يشرح تكون مبادره اللي راح يسمعوا بها الناس. على الرغم من اني نركز ونحاول وندخل كل المنابر ونتكلم، ولكن ولدت ميته ارتباطها بشخص. يعني اقول لهم فقط، انتم ربطتم كل المبادرات باشخاص، هي حلول لاجل اشخاص. يطلبون من مفارقة الغريبة، هم يقولون أن هذا النظام معه قطيعة، ولكن يطلبون من ينزع فلان ويعين شخصية وطنية. هذا أمر غريب جدا، لأنهم نسوا أمر مهم، أنه إدارة الأزمة لا تكون على الأشخاص. نحن عانينا طيلة هذه السنوات لأنهم الأشخاص لما تتجاوز أو لما تضعف أو لما تكون سيئة النية أو لما تكون فاسدة أو حتى خائنة، يعني مجموعة من المؤاخذات. رح نشوف راك مسجل مجموعة من المؤاخذات ربما على المبادرات، هكذا حبيت تقول. ربما الأسلم، المسار الأسلم الذي كان يجب أن تتخذه أي مبادرة من أجل النجاح، حتى أنك طرحت مبادرة قلت وفشلت ربما، لماذا جانبت حسب رأيك طبعا هذه المبادرات النجاح أو ربما هي مهددة بالفشل؟ لما؟ نعم، أولا حب الزعامة، ثانيا إقصاء الغير، ثالثا تقديم حلول لأجل أشخاص، رابعا طرح نفسهم كبديل، كبديل أخلاقي وكبديل أفضل وكبديل، فهمت؟ الطلبات تقدم للنظام. هذه كل المعطيات، أقول لهم فقط هذه المعطيات ستؤدي إلى فشل مبادراتكم. طيب، يجب إعادة النظر في هذه المبادرة. طيب، ربما استمع إليك جيدا أستاذ مسعود مذيبة. أستاذ مسعود مذيبة مشارك في تكتل النقابي أو مبادرة المجتمع المدني. استمعنا الأستاذ لحسن، عنده مجموعة من المؤاخذات على كل من بادر، ربما تعقيبك أو رأيك. أولا يجب أن نعترف بأن الحراك الشعبي السلمي الذي صنعه الشعب الجزائري ولد ديناميكية أو حركية مجتمعية في عديد المجالات. عندما نجد بأن هناك عديد الفضاءات تتشكل وتتضارس الوضع وتريد أن تقدم مبادرة، إذن هذا أمر إيجابي. المجتمع الجزائري يتهيكل بالطريق السليم، المهم يحاول أن يهيكل. هناك سياسات فاشلة لعقود لم تستطيع أن تهيكل الشعب الجزائري، ولم تستطيع أن تؤسس للمفهوم المواطني في المجتمع الجزائري، وبالتالي عندما عجزنا أن نهيكل هذا الشعب ونجعله شريك فعلي وأساسي لبناء الدولة، إذن اليوم الشعب الجزائري الذي صنع 22 فبراير هو يهيكل في نفسه ويبني في نفسه بعديد الفضاءات وبعديد التصورات، ونظن بأن التعدد وتعدد التصورات هو علامة صحية لا يمكن أن نصل بها إلى نتيجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إلى اليوم ولا أحد وصي على الحراك الشعبي أو على الشعب الجزائري. اليوم الشعب الجزائري الذي صنع لنا معجزة في التنظيم ومعجزة في التحرك، كل جمعة نظن بأنه يتطلب الآن أن كل من يجسد مطالب هذا الشعب يجب أن تكون له من العبقرية، ويجب أن تكون له من رؤية استشرافية أساسية حتى يكون في مستوى هذا الشعب الجزائري. نحن كنقابات مستقلة لمختلف القطاعات نظن بأننا لدينا رصيد نضالي. هذا الرصيد النضالي بإيجابياته وسلبياته ولعقود،
واجهنا هذه الأنظمة الفاسدة أو هذا القطاع اللي يعني المسؤولين الفاسدين، واجهنا يعني لما كان الكثير من الناس كلهم يجروا وراء الريع ويتفهتفون منها، لا أحد يستطيع الكلام وكان العديد من الناس يتنافسون على الريع. نحن كنا نناضل وكنا نتابع وكان التضييق اللي كنا نعيشه، وكنا نعزل وكنا لكن ما قلناش بأننا ناضلنا. نحن الآن ننحني أمام الشعب الجزائري وأمام شباب الجزائر ونحن منه، ونريد أن نقدم الإضافة أولا في الميدان. لكن أستاذ حسن تواتي يقول لك باللي ربما نزعنا ذلك النظام أو اجتثثنا ذلك النظام حتى لنا ربما ما نتفائلوش كثيرا، لكننا بطريقة أو بأخرى لما شكلنا مبادرات لما درنا أفكار توجهنا بها إلى هذا النظام. فعاليات المجتمع المدني منطلقاتها هي النقابات المستقلة لمختلف القطاعات. وانتم تعلموا بأن النقابات أهم ميزة تمتاز بها هي أنها تحمل كل التوجهات. النقابة الواحدة بها كل التوجهات وكل التيارات، وهذه قوة النقابة في مثل هذه المسائل. إذا نحن كنقابة عندما نجتمع 15 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات بوزنها الميداني بجميع التوجهات، إذا هذا المكسب الأول، أننا استطعنا أن نوحد العمال في تصورات معينة. لدينا مبادرة يعني منطلقات لمبادرة بالنسبة كنقابة أو ككونفدرالية نقابات جزائرية، لكن نحن نعرف بأن المبادرة لا يمكن أن يصنعها شخص ولا يمكن أن يصنعها بفضاء محدود، يجب أن يصنعها كل الجزائريين. ولذلك نحن لم نعلن على مبادرة كونفدرالية النقابات الجزائرية، نحن صنعنا مبادرة بيناتنا نتوحد عليها كنقابات. بعد ذلك انطلقنا إلى فتح هذه المبادرة إلى فعاليات المجتمع المدني. المجتمع المدني بجميع توجهاته وبجميع تياراته، ونظن بأن الشيء الإيجابي في الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني وبشهادة الجميع وبشهادة جميع الأطياف والتيارات أننا قدرنا نجمع كل التيارات هي موجودة في هذا الفضاء. الندوة الوطنية اللي كانوا حاضرينها تقريب 100 جمعية وطنية، نحن ما حبيناش نتعامل مع الجمعيات المحلية لأن الأمر يتطلب منهجية في العمل لحتى يعني نؤسس فضاءات تكون ذات مصداقية. هذه الجمعيات كل جمعية ممكن يعني كل فضاء جانا ممكن ب 13 أو 14 مبادرة، كل فضاء واحد يقول لك عندني 20 مبادرة، واحد يقول لنا عندك 15، واحد يقول لك. لما تلقت كل هذه المبادرات كان من واجبنا نحن، ونحن تحملنا المسؤولية ككونفدرالية النقابات الجزائرية، تحملنا المسؤولية أننا نجمع كل الفضاءات لفعاليات المجتمع المدني. طيب. وقدرنا بعد جهد جهيد بعدد اللقاءات التشاورية، لقاءات معلنة ولقاءات غير معلنة، جبنا جميع الفضاءات في إطار لمحاور جامعة، وعلنا على هذه المحاور في الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني. ولم نتوقف هنا، نحن لما أعلناها وصدرنا بيان ختامي قلنا بأن هذا لا يكفي. هذا لا يكفي، لضروري أننا ننفتح على جميع الفضاءات الأخرى التي لم تلتحق بنا، وعلى جميع الفضاءات المجتمع الفعاليات المجتمع المدني من أحزاب وشخصيات سياسية وشخصيات وطنية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين. هذا العمل هدفنا منه ما هو بالأساس؟ هو كيف نقرب بين كل الجزائريين بجميع التيارات وبجميع الفعاليات. نحن حددنا خارطة ونحن نعمل في هذا الإطار. مازال ما وصلناش، مازال ما تكلمناش على المبادرة نسلمها لمن ولأي من. نحن نريد أن نجتمع أولا، عندما نجتمع بجميع الحساسيات وبجميع الفضاءات، عندما نلتقي ونناقش ونقترب من بعض ونعرف بأننا كل في النهاية نحن كلنا نغير على الجزائر وكلنا نحب الجزائر، إذن ضروري ونحن عندنا ثقة بأنه سنلتقي على إطار جامع لأن الهدف واحد. وقلنا لهم لجميع خصوصا الأحزاب ممكن اللي تواصلنا معها، قلنا لهم نحن ما رحينش ننافسكم في الحكم لكن سنكون منافسين شرسين في الحل، لحل الأزمة السياسية للبلاد. دورنا كلنا أننا نساهم في الحل. عندما نحل الأزمة نظن بأنه بعدها لما نروح للمحطات الأخرى الانتخابية نحن كمجتمع مدني عندنا دورنا في الميدان. ما عندناش، ما قلنا لهم ما رحينش ننافسكم في هذا الأمر، أنتم لازم تكونوا في المستوى المطلوب اللي رحين نأسوه في كجزائريين. طيب. نجتمعوا، والاجتماع ليس معنا في اجتماع في إطار التنوع وفي إطار في
إطار الحفاظ على خصوصيات كل الفضاءات، لكن هناك محاور أساسية أكيد سنجتمع عليها كجزائريين، ولم نتكلم بعد لمن سنقدم المبادرة ومن سنحاور. طيب. هذا المحطة مازال ما وصلناش. باش ما نستهلكوش كثير من الوقت، عندك تعقيب وإلا نمر؟ نعم عندي تعقيب. أولا لا يهم لمن ستقدم المبادرة، يهمني ما مضمون المبادرة. لأنه الأستاذ الفاضل لم يحدثكم عن البيان الختامي الذي أصدروه، والذي تضمن عدة نقاط كنت اطلعت إليه شخصيا، وحاورت حتى بعض قيادات القوى تجمع فعاليات المجتمع المدني. أقول لهم فقط أنا لا أهاجمكم، بل أقدم انتقاد بناء. أرجوكم أول شيء قدموا لنا الآليات، لأنه إدارة الأزمة لا تتم عن طريق الأشخاص. لا تقولوا انزعوا فلان وحطوا فلان، لا تقولوا نحي لي رئيس الوزراء ومن بعد أجلس فيه على طاولة الحوار. هذه مؤسسة، هذه أي مؤسسة، ويقدر ينحي يعني لك شخص ويحط لك أو يقدر يحط ينحي لك شخص ويحط لك شخص وأنت مرغم باش تتعامل مع ذاك الشخص. يعني المضمون أقول لهم فقط أريد منكم تطوير تلك الفكرة، لأن تطوير تلك الفكرة هو الذي سيؤدي بنا إلى بر الأمان. كاين ثاني نقطة مهمة جدا، لستم أنتم من تجسدون مطالب الشعب، ليسوا هم من يجسدون مطالب الشعب. أكيد هي اجتهادات. نعم يجب أن يقولوا نحن يبادر لأجل الوصول إلى الحل. يجب أن ينطلقوا من أرضية فكرية أنه نحن نقدم ما نراه نحن كفئة لي يتكلم باسم الشعب، لأنهم يقول لكم نحاول هذا الحراك. إلى حد الآن تكلم باسم الشعب، ربما هنا خلينا نديروا نقطة نظام. لا يوجد إلى يومنا هذا، أنا حسب ما علمي ليس فقط إذا كان سعود بولدبا يقدر يصلح لي، أنه الحراك لا يحتاج أحد هنا بشيء. أولا ليس نحن أو فضاء من الفضاءات هو من يقول أنزع فلان وفلان. من يقول لا نريد قطيعة مع النظام ولا نريد فلان وفلان هو الشعب الجزائري، ونحن لسنا أوصياء على الشعب الجزائري، والشعب الجزائري سيد، ومن سيده هو الدستور الجزائري. هو من سيده. ربما موضوع الحصة والحديث ربما عن الخطاب المنتظر لبن صالح. اليوم أستاذ مسعود نحن في حالة انسداد حقيقية، لدينا انتخابات كانت مقررة في يوم الغد وتم إلغائها اليوم، ربما لمجموعة من الأسباب ألغيت تلك الانتخابات، عدم وجود الضمانات الكافية، عدم تحييد الحكومة التي بقيت هي ربما العثرة أو العقبة التي واجهت عدم إقبال الشعب الجزائري على هذه الانتخابات. اليوم بن صالح مطالب بماذا إذا كان فعلا كما تطرقت في أولى تصريحك، تطرقت أنه بن صالح مطالب بالاستجابة إلى مطالب هذا الشعب الجزائري، ربما في نقاط قبل أن نخرج فاصل. نحن أولا كإشارة بأن لكل السلطات أو مشرفين على المؤسسات المختلفة مطالبين بأنهم يجتهدوا، سواء ما تعلق بالقانونيين أو الدستوريين أو المسؤولين بأنواعهم، يجب أن يجتهدوا، وليس مهمتنا نحن أن يجتهدوا في وضع الآليات التي تجسد مطالب الشعب وسيادة الشعب، وهذا واجب يعني ولا مزايدة. وحتى إن اقتضى الأمر أننا نحور كل القوانين أو نصدر قوانين من أجل أن نحقق سيادة الشعب، فهذا واجب هذه الفضاءات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشعب الجزائري واضح في مطالبه. هذا هو الشيء اللي ما قدروش، عندما يقول ضروري رحيل، لما يقول رحيل البقات واضحه، رحيل البقات، ولما يقول رحيل البقات هو سيد، هذا الشعب هو سيد، والسياده الشعبيه تقتضي انه لا يجب ان نجد كيف ترحل البقات، يجب ان نجد الحلول لرحيل البقات. الامر الثاني، ليس الشعب الجزائري من اذا كان المسار، عندما اخذنا المسار الدستوري من خلال المدنية واثنين ووصلنا إلى انسداد فعلي يوم 25 ماي استحالة إجراء انتخابات 4 جويلية، وبالتالي هذه إرادة شعبية، هذه سيادة شعبية. إذن من انتهج هذه السياسة ووصلت إلى الانسداد ضروري أن يعترف
بأن السيادة الشعبية ضروري أن تحترم. والدستور الجزائري واضح في هذه النقطة، من الديباجة إلى مواده السيادية واضح في مثل هذه المسائل. احترام السيادة الشعبية هذا خط أحمر ضروري أننا نعمل من أجله، وبالتالي نحن من واجبنا في إطارنا الضيق أن نجتهد، كيف نجتهد كلنا، كل يقدم تصوراته كيف يحقق هذه السيادة الشعبية. طيب شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نخرج فاصل إعلاني قصير ثم نواصل الجزء. عودة مجددة لكم مشاهدينا الكرام، تتابعون الجزء الثاني من البلاد اليوم لنهار اليوم، للحديث ربما عن الخطاب المنتظر لرئيس الدولة وتلويحه حسب بيان الرئاسة بمبادرة أو بمقاربة جديدة وحوار وطني شامل قبل التوجه إلى انتخابات رئاسية تكون في جو من السكينة وجو من الهدوء كما وصفها البيان. أرحب مجددا بالأستاذ الحسن تواتي رئيس مركز الدراسات القانونية، أهلا بك أستاذ. يحضر معي أيضا أستاذ مسعود بوديبة النقابي والفاعل الميداني. أستاذ الحسن، حسب بيان الرئاسة فإن بن صالح يعول على إطلاق حوار وطني ووضع آليات تمكن من تنظيم الاقتراع الرئاسي القادم في جو من التوافق، وهذه هي الآليات التي تحدثنا عليها لكن لم نفصل، ربما لم نستشرف ما هي هذه الآليات. لكن من جهة ثانية يقول لك الكل يعلم أنه هذه الآليات لن ربما تكون كافية، لن تكون كافية في ظل لو بقيت الحكومة. تحدثنا أن الحكومة كانت ولا زالت مطلب الجميع أو مطلب الحراك الشعبي على الأقل الذي يخرج في كل جمعة لمطالبة برحيل الباءات. يعني هل هذه الآليات يجب أن تكون مصحوبة بتنازلات؟ نعم، هو طبعا يجب أن تكون مصحوبة بتنازلات، ولكن أقول فقط أنه مطالبة بإسقاط الحكومة دون تقديم بديل، دون تقديم أرضية، دون تقديم أمور، يعني وفق أي ماذا يعني تستقيل الحكومة ومن هم الأشخاص الذي هذه مؤسسة؟ الشعب الجزائري اكتشف مؤخرا أن هناك مؤسسات وكاين عصابة. العصابة راح تروح اليوم غدا أو غدي أو الباء الرابعة، يعني ذهبت أمس وما زالت تفوت الباء الثانية وما زالت تروح الباء الأولى، ولكن يجب أن نضمن ذهابهم بطريقة سلسة وآمنة لا تؤثر على المؤسسات. كيف؟ نعم، كيف؟ مثلا الحوار، من المفروض الحوار الذي كان يجب أن يكون هو الذي يعطينا المخرجات، يعطينا الآليات التي سيذهب، لأنه وفقا للدستور المادة 104 الحالة الوحيدة هو أنه يستقيل رئيس الحكومة أو حكومته، يعني يستقيل فرادى ويتم تعويضهم بأشخاص. ولكن لما تقول له لكي أجلس على طاولة الحوار يجب أن تسقط لي الباءة، يعني الشرط، نعم تسقط لي الباءة، نحن كنا نريد إسقاط الباءة، حتى فينا من يريد حتى أن يكون مكان الباءة ذكا، من ما لازمش نكونوا كما يقول لك نكونوا إلى ملائكة ولا، يعني كين أطماع، كين نوايا، كين طموحات، كين كذا، ولكن أعطيني الآليات قبل ما يروح. من المفروض أنه المقاربة الحوار تدابير، لأنه بدأت استهلت رئاسة الدولة البيان على أنه هناك تدابير الحوار. يجب أن تكون هناك لجنة التي تجتمع مع الكل فرادة. المشكل أنهم يريدون أن يجروا حوار مع من يتفقون معهم. نحن لا نقول لهم أنكم لا تمثلون، يعني أنتم لستم وطنيين، أو لا، أنتم ربما وطنيين أكثر مني، ربما ضحيتوا أكثر مني، ربما خدمتوا أكثر مني، ولكن ما تجتمعوش مع نفس الشخصيات لأنكم اتفقتوا، اجتمعتوا وخرجتوا مبادرة واحدة. حتى وين درت وش درت على بال المبادرة تاعكم الوحيدة، وهي أنه نحطوا أشخاص مكان أشخاص، لكن أنتم ماكم اجتمعتوا عينوا فقط مجموعة من الأشخاص يكونوا عقلاء، معروف عنهم أنهم عقلاء، مثلا الأستاذ يتصل بأحزاب الموالاة، يتصل بشخصيات، يتصل بكفاءات، يتصل بكذا، يعني أنت ضد الإقصاء؟ نعم، لا يجب أن نقصي حتى حوار الله عز وجل في السماء مع سيدنا مع 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 إبليس. كيف أهل الأرض لا يعتبروا أو لا يقتدوا
بحوار الأرض يجب أن ما تقوليش عندك أرضية إقصائية أنت طيب. أنت أصلاً إقصائي. نقبل نستمع لرأي الأستاذ مسعود بوديبة وقد عبر عن رأيه في هذه النقطة ربما في الجزء الأول من الحصة أنه من كانوا سبب في الأزمة في عمر الأزمة لمدة 20 أو 40 سنة من الاستقلال أو أكثر إلى حد الآن كيف يكون جزء من الحل كيف نستشيرهم. عندنا ندوة ربما الحوار الوطني اللي اطلقتها قوى التغيير تحدثت أنه كما تحدث رحابي منسق هذه الندوة قال لك يا أخي الناس اللي تسبت في الأزمة الناس اللي كانت تجري وراء الريع الناس اللي كانت ربما كانت قاعدة مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية واللي ساهمت في الفساد لا يمكن أن تجلس من أجل إيجاد الحل وهو من ساهم في المشكل. نعم من حيث الأرضية صحيحة من حيث الكلم رائع وجميل ولكن أقول لهم فقط أنتم كنتم وزراء كانت لديكم تكتلات برلمانية كانت عندكم نقابات كانت عندكم منظمات كانت عندكم جمعيات كنتم تمارسون الشراكة الحقيقية سواء معارضة أو موالاة مع النظام السابق فيكم حتى من كان قبل النظام السابق قبل النظام البوتفليقي يعني ما تجيش اليوم تحاول أنك تستعطف الناس أصلا بداية استهلال مبادرات يقول كلفت 45 مليون جزائري يناديك تقول كلفت من قبل قوى التغيير يعني أليس يعني هذا قتل للمبادرة في حد ذاتها يعني 45 مليون جزائري يناديك كشخصية وطنية أي شخص عنده مبادرة كما كان يقول لك الأستاذ أي واحد عنده حل يتفضل المهم ما يقدمناش أشخاص لأنه الشعب الجزائري ما بقاش يقبل الأشخاص اكبح لي الأشخاص ومن بعد جيب لي شكون تحب يعني الحل لازم يكون توافقي وليس شخصية توافقية لا ماشي شخصية توافقية مدلي الآليات نكبح الأشخاص وبعد تفضل ريح لي هنايا لأنهم ما زالوا يعتقدون أنه وش هي المسؤولية باصات ومرافقة ومسؤوليات وتشريفات انتهى هذاك العهد نريد بناء دولة قانون لا جمهورية ثانية لا جمهورية جديدة نريد بناء دولة قانون التي لا تزول بزوال الرجال أخويا أعطي لي الضوابط أعطي لي الآليات أعطي لي القوانين وتفضل يجي الأستاذ نجي أنا نجي أنت أي واحد عند قوانين تضبطك إلى هكا أعطي لي أنا نحكم البلاد ولا نحط القوانين إذا نهدمنا صنم نجيب آلاف الأصنام ربما كان صنم واحد ذوك يولوجونا آلاف الأصنام أستاذ سعود اسمح لي على وقتك هو يجب أن نكون من واضحين في التصور تاعنا الوقت الحالي ليس بتشويه أي فكرة أو بخلق الضبابية يجب أن نكون واضحين ووضوح مطالب الشعب الجزائري إذا ما كانش عنده رضا شعبي إذا كان ما عندوش قبول شعبي لأن الشعب الجزائري هو الذي يعطي مصداقية الحوار إذا ما أسسناش لهذا الفضاء اللي هو فضاء من الثقة والطمأنينة عند الشعب الجزائري ما راحش يقدر يحققنا النتيجة المرجوة لأن ما هي النتيجة المرجوة في النهاية هي بناء مؤسسات بصفة شرعية والشرعية من يحددها هو الشعب والشعب إذا كان من خارجش الشعب في هذا المسار معناها أي مبادرة حوار فهي مبادرة شاملة فاشلة ولذلك نحن في تصورنا يعني أضعف الإيمان كنقابات كفعاليات مجتمع مدني كفضاءات نريد أن نكون مساهمين بشكل أو بناء جسور مع جميع الفضاءات لتشكيل فضاء يمكن أن نسميه جامع للجزائريين لأن إذا كان 22 فبراير وحد كل الجزائريين إذن بإمكاننا أن نوحد جميع الفضاءات عندما نوحد جميع الفضاءات أكيد أن الرأي الذي يأتي من جميع التوجهات سيكون فيه نسبة التي ترضي الشعب الجزائري لأننا كل موجود في هذا في الشارع كلنا رانا جزء من هذا الحراك الشعبي السلمي ونحن بوجودنا الميداني نحن مستمعين جيدين لما يريده الشعب الجزائري في 48 ولاية وبالتالي وبالمناسبة هناك تناغم بمطالب الشعب الجزائري في كل الولايات وكأن الشعب الجزائري وكأن الصوت الذي يصدر هنا بالعاصمة هو الصوت الذي يصدر في أضرار يصدر في سوغراس ويصدر في بشار إذن هذا الصوت المتناغم عند الشعب الجزائري ضروري أننا نترجمه كلنا نترجمه طيب. في أرضية جامعة طيب. فكرة ممتازة كي نكون عمليين الأستاذ مسعود بوديبة ربما مطالب المتقاطعة للشعب الجزائري ما هي؟ هذه المطالب اللي نبنيو عليها الحوار ربما ولتبنى عليها ندوات الحوار المطالب الواضحة الشعب الجزائري يقتضي
أن الرموز النظام الحالي اللي راهي ترأس المؤسسات يجب أن تبعد عن هذه المؤسسات، وبالتالي أن أي مبادرة تأتي في وجود هذه الرموز راح يكون مشكل، راح يكون مشكل. وبالتالي لازم أن نجد أو يجب أن نوضع آليات التي تتوافق مطالب الشعب الجزائري حتى ننطلق في حوار، هذا الحوار الذي يوضع الآليات التي نجسد بها المؤسسات التي نحلم بها، المؤسسات الشرعية بداية من مؤسسة الرئاسة، كيف نروح لانتخابات رئاسية يشارك فيها الشعب الجزائري وبقوة شفافة ديمقراطية، وتعيد الأمل عند الجزائريين باش يكونوا مواطنين فعليين، ممارسين فعليين في بناء هذه الدولة ويساهموا في بناء كل المؤسسات. إذن هذا المنطلق أساس نحن نراه في مثل هذا، في هذا الأمر. وعندها نحن سواء كفعالية مجتمع مدني، كنخبة، كفاعلين ميدانيين، راح يشاركوا عندما تكون المنطلق علاقات هذه تتوافق مع المطالب، أكيد راح نشاركوا في المساهمة في إنجاح جميع المحطات. الأمر الآخر، نحن اليوم أي مبادرة للحوار أو أي مبادرة للمساهمة في الحل سنتمنها. اليوم نحن هناك مبادرة، هناك ندوة وطنية للحوار تؤسس لها فضاءات أخرى، تم يعني هناك تشاور مع فعاليات المجتمع المدني، نحن كفعاليات المجتمع المدني ندرس في هذا الفضاء، إن وجدنا بأن هذا الفضاء يتوافق مع الأهداف الرؤية. التي في الرؤية التي نحن نطمح إليها سنكون مشاركين. إذا وجدنا بأنه لم يحن بعد أننا يكون هناك، سنبارك هذا الفضاء وسنعمل من خلال هذا الفضاء ممكن للوصول إلى فضاء جامع يجمع كل الفضاءات التي تتشكل، ولدينا أمل بأننا يمكن أن نلتقي كجزائريين لإيجاد الحل المناسب للأزمة السياسية في البلاد. أستاذ الحسن، ربما تابعنا بالأمس تصريح لناطق رسمي باسم الحكومة السيد حسن ربحي، تحدث وقال صراحة أن هذه الحكومة ترحب بكل المبادرات التي من شأنها أن تقربنا نحو الحل وتوحد الجزائريين من أجل الخروج من الأزمة. البعض اليوم يتساءل عن دلالة التوقيت، توقيت ربما خطاب الذي سيلقيه بن صالح المرتقب خلال هذه الساعات، وتوقيت الندوة الوطنية الجامعة لقوى التغيير. البعض يشوف أنه هذه ربما خطاب بن صالح قد يمهد الطريق، قد يفرج ربما الورود إن صح القول لكي ترى أو لكي نمضي في حوار ندوة التغيير. البعض الآخر يقول لك أنها ربما جاءت للتشويش، ربما هناك اختلاف في توقيت الإفراج عن هذه المقاربة الجديدة لبن صالح. نعم، انطلق من أنه من ناطق رسمي بالحكومة قال لك نرحب بكل مبادرة تكون جدية لأجل إيجاد حل، حتى قوى المجتمع المدني تقول لك نرحب بكل مبادرة تجد لنا حل. سي بن صالح سيقول لكم سنة أرحب بكل مبادرة تجد لنا الحل. ليتكلم معه يقول لك أنا المبادرة أقصد المبادرات، شوف أولا المبادرات اللي يكمل فكرتي فقط. معليش نتكلم عليك، وقلتها حقيقة، قلت أنه نقبل كل مبادرة تدينا الحل، يعني كل الكلام شيء والواقع شيء آخر. ما هو الواقع؟ الواقع أنه هناك نظام سابق يجب أن يرحل، بما فيهم النقابات، بما فيهم الأحزاب، بما فيهم، لو نستعمل لغة هذه اللغة التعنت، لغة الإقصاء، أنا لا أقبل، أنا كشاب لا أقبل لا نقابات ولا أحزاب ولا جمعيات ولا كذا، أقول لكم أنتم جزء من النظام. لو نتكلم بهذه اللغة يقول لك أنا أذني وأسمع مطالب الشعب، أنا مثلا كنت ثم أنا لا أريد الأحزاب، أنا يروحوا الأحزاب ويروحوا الجمعيات ويروحوا النقابات باش يروح لي بن صالح مثلا. ما ليش باللغة هذه؟ لأن لا يجب أن نكون إقصائيين، يجب أن نبني وطن وفق آليات وقوانين. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف قدم الآليات للملك ولم يقدم نفسه كبديل. قال له ستكون هناك 7 سنوات سيمان وسبع سنوات عجاف، يجب أن تحضروا، أعطالهم الآليات، يجب أن يعني تزرعوا مليح وتحصدوا وتخبيوا في سنبوله وكذا وكذا. كان يملك تصور لإدارة الأزمة، يجب أن تملكوا تصور لإدارة الأزمة. الأشخاص خلاص انتهت،
يعني النظام السابق كان مرتبط. لو كنا نتابعه الآن ما بقاش الحديث عن الأشخاص مثل في السابق، كانت ربما ترفع صور لشخصيات إلى غير ذلك، سرعان ما تم لفظ ربما تلك المبادرات التي تحدثت عن شخصيات بعينها. ربما الآن أصبح الحديث عن الحوار، أصبح الحديث اليوم عن لجنة تنظيم الانتخابات، أصبح الحديث عن الحكومة الجديدة إلى غير ذلك. يعني ربما هذه الفكرة جوزتها بعض المبادرات، لأنها لو دخلت في الحديث عن الشخصيات ستدخل في الحديث عن الشخصنة وصناعة أصنام أخرى كما تحدثت. أقول لك فقط جوزناها ربما هذه أستاذ الحسن، بعد أن لفظهم الشعب، بعد لفظهم الشارع، أرادوا الالتفاف من هناك بعيدا للعودة. وفي لغة الرياضيات أستاذ الحسن عنده مشكل مع المبادرات. لا ما عنديش مشكل مع المبادرات. هو أولا أنا نظر باللي ما راهوش يعي في الميدان. نحن رانا موجودين في الشارع، ورانا في كل جمعة موجودين في الشارع وجزء من الشارع. ولو لو الشعب الجزائري يقول لنا ترحلوا سنرحل، لو يقول لنا ما نقبلكمش في الشارع نقبل. احنا رانا موجودين في الشارع وكل جمعة موجودين. والان انت الان الشعب الجزائري، معليش الشعب امر مهم، معليش انت موجود في الشارع تفضل. معليش الشعب الجزائري لك بانك انت موجود في الشارع، وانا نقر للمواطن الكريم والكاميرات تسجل انا مانيش موجود في الشارع. تاك موجود في الشارع، وش معناتها راك موجود في الشارع؟ فقط فهمني فقط. انا موجود في الشارع. مطالبي هي مطالب الشعب الجزائري، رحيل الباءات هي مطلبي. انت ممثل الشعب. مانيش ممثل، انا موجود. من تكون مواطن جزائري. يعطيك الجزائر. انا في المواطن، وبالتالي بن صالح مواطن، بدوي مواطن، بوتفليقة مواطن، اي واحد هو مواطن. لم ننزع المواطنة لاحد، لكن كمسؤولي كمؤسسات للدولة الجزائرية، كمسؤولين للجزائر، من حق الشعب الجزائري أن يختار من يتكلم باسمه، من حق الشعب الجزائري أن يختار من يسير مؤسساته. فقط وبالتالي الشعب الجزائري. مدام قطعتني جاوبني، قولوا على البيان الختامي فقط. تفضل احكينا على آخر بيان ختامي، ما هي مبادراتكم؟ تفضل قولوا ما هي المبادرة. أجبنا عن مبادراتكم، تفضل. أي مؤلبة؟ درتوا بيان ختامي، درتوا مبادرة، أعطينا مبادرتك وأعطينا بيان ختامي، تفضل قول لنا. نظن المبادرة راهي موجودة. المبادرة واضحة، المبادرة موجودة في جميع مواقع، المواقع المختلفة. فقط. الموضوع ربما المبادرة. المبادرة الآن. على هذا البيان. لا يقول لنا فقط شو البيان. لا انت قلت كان غلط في الناس، بلك مانيش فاهم. تفضل انت. فهمني فقط. قول لنا واش ماكش فاهم. يعني ما واش ماكش فاهم. نحن في مبادرة. خلينا نفهم المؤخذات ربما التي أخذتها عن هذا البيان الختامي وخليه هو يشرح. رئيس مركز للدراسات الاستراتيجية، كلمة كبيرة. قانونية. من المفروض قانونية مانيش مختص بالاستراتيجية. كرئيس مركز من المفروض في مثل هذه الجلسات يا أخي أنك جيبنا دراسات وتقدم لنا حلول ونسمعوا لك باش نستفادوا منك. الان اليوم كاين لما شفت تتكلم على المبادرات بهذا الشكل، تتكلم على مطالب الشعب بهذا الشكل، الشعب الجزائري يتكلمها وانت انتم الرئيس تاعك كاين فهمتني. انا قابلت لك مقبل بوتفليقه ولا تقدموا نفسكم كبديل؟ نعرف نقابات حتى اللي عنده حكم قضائي ينرمم ورا في المؤسسة العقابية ورا رئيس نقابة. نعرف رئيس نقابات اللي هو منحيين ومعين وآخر هو يخدم. ما نهدرش على الأشخاص، ما تشخصنيش. فقط جاوبني فقط، أعطيني مبادرتك فقط. قول هذا أستاذ الحسن. نحن مبادرتنا الأمور ما تمشيش هكذا. نقطة نظام. أنت عندك سجلت مجموعة من الملاحظات ربما على بيانهم الختامي. يا أخي أطرح هذا الأمر إلى النقاش، سوف نتناقش مع الأستاذ مسعود بوذيبة ربما بعد المؤاخذات إن وجدت. لا هما جزء وليس الكل. لما يقحم نفسه في الكل يتحمل مسؤولية كلامه. هذا كلام أنا لم أقصده، لما كلام هو قصت هذا الكلام. هذا كلام شعبوي تتكلم فيه، لا يصدر منك كمحامي وكقانوني. نحن لم نقول نحن الكل منذ البداية. نحن قلنا نساهم بأضعف الإيمان، وبين التركيبة تاعنا واضحة معلومة ماهيش مجهولة. كاين نقابات 15 نقابة موجودة في السياسة في كونفدرالية النقابات الجزائرية. كاين جمعيات محامي وكذا. نحن هنا نتناقش الجزائري اليوم يسنى فينا نمدوا له الحلول، يسنى فينا لما نجيب نقابي وفاعل
الميداني، نعطيه له ربما حتى يشوف طموحاته ولا تطلعاته حتى في خطابكم على الأقل. ربما أنا مانيش حاب نبقى في هذا الانحصار في التراشق أو في ربما أنا أحق وأنا أحق. معليش خلينا نمشي بهدوء. شكرا. خليني أنا نتكلم إن سمحت لي. تفضل. فقط قديت لي وقتي. تفضل. معليش. كل احترام وتقدير. مثلا مبادرتنا احنا ما نجيش نتكلم على مبادرات اخر. الله شوف ربي يعاونهم، هم ادرى هم طيب. ادرى وكذا طيب. قدمت لهم المبادره اللي طرحتها، قدمت لهم ملاحظات اعتبروها تهجم. مبادرات كلمه انا منتدى الكفاءات. عندك مبادرات؟ نعم عندي مبادرات ولدت ميته اقولها امام الكاميرا لانها مرتبطه بشخصي وانا شخصي غير معروف وما عنديش فعاليات وما عنديش قاعات وما عنديش حتى فنادق. البارح كانوا مجتمعين في فندق، في فندق فخم، خمس اشخاص اجتمعوا في فندق وكاين اشخاص عندهم امكانيات عظيمه احنا ما عندناش. اذا الحمد لله وفرتوا لنا هذا المنبر راح نقولوا. تفضل. مبادرتنا وش هي؟ مبادرتنا هو انه اي حوار او اي مبادره يجب ان تستثني الزعامات والقيادات. إذا كانت جيك شخصية مرحبا بك. وأقصد مبادرتي تشمل الكل ولا تلزم أحد. هي مبادرة فقط. إذا كان حبيتوا تمدونا الحلول تخلصوا من الزعامة، تخلصوا بكونك نقابة. تفضل لي الأستاذ بصفتك شخصية نقابية مرحبا بك، ولكن تجي تقول باللي أنا تكدت النقابي هنا مشكل كبير. هذا معناتها زعامة ومحاولة التفرد. لازم يجوا أشخاص وكيانات وأحزاب وشخصيات سياسية وليس كأحزاب. نحينا الزعامة ونحينا هذه المشاكل اللي راه تدير لنا مشكل. طرح البديل الشعبوي الذي يطرح نفسه كبديل مضطهد وكبديل أخلاقي وأنه عنده تضحيات وكذا. يجب الجزائر أكبر من الكل. ضحيت درت هذا الشيء لأجل الوطن، كثر خيرك. انساه لنا حطونا أبار حتى آليات الحل في عدنا الوقت. نعم آليات الحل. أولا احنا عدنا على بالنا باللي المواطن الكريم يحوس يروح الانتخابات. حوس يروح الانتخابات نزيهة وديمقراطية مع باءات وبدون باءات. إلى بقوا باءات لازم نتعاملوا مع هذا الشيء، راحوا باءات لازم نتعاملوا مع هذا الشيء. هم فقط يقول لك أنا من روح من دير حتى حاجة والوقت هم يطيلون عمر الأزمة بحسنية وبسونية. رانا رايحين نوصلوا لمشكل كبير. احنا عندنا يكون يعطونا اللجنة هذه المستقلة لمراقبة الانتخابات لازم آلية. أنا درت آلية قانونية مع مجموعتي، درنا آلية قانونية ودستورية وإدارية لأجل تشكيل هذه اللجنة، وما يهمنيش الأشخاص تكون يكون أي حكمة، حتى الأستاذ ما عنديش مشكل، أي واحد يحكمه ما عنديش مشكل. أنا حطيت له الآلية القانونية. مثلا الكل يريد هذه اللجنة، وكون تجي هذه اللجنة توحيد الإدارة، ولا واحد عطانا الآلية كيف توحيد الإدارة. ما هي كيف الآلية كيف توحيد الإدارة؟ شكرا جزيلا. راح نهضر لك ليس تفاصيل لأنه هذا قانون ومانيش أنا اللي درته وحدي. حتى نقدمه المواطن لازم يقدم في ندوة صحفية ويكون حاضرين كل هذه النخب هم اللي وصل في عجالة. كيف يكون؟ عندنا المادة 194 التي تتحدث عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخاب. عندنا رئاسة الدولة وعندنا إدارة وفقا للدستور هي الذي تشرف وتنظم وتؤطر الانتخابات إلى غاية على نتائجها. احنا لقينا أنه كاين في القانون، قانون عالمي وفي العرف العالمي وفي القانون الجزائري، ما يسمى بروتوكول تفويض. يقوم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة مهما كان، لأنه هو يجيب يروح بدوي يجي واحد آخر وبعد يزيدوا يتهجمون على الآخر يقول كان هذا ما استعرش به. مهما كان أنا نحكي عن المؤسسات وليس الأشخاص. ما يهمني لا رئيس، لا أنا يهمني رئيس الدولة ويهمني رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ممثل بوزير الداخلية، وزير الداخلية بصفته هو الذي يمثل الإدارة، هو يدير بروتوكول تفويض صلاحيات لهذه اللجنة. إذا هذه اللجنة وش ولا تدير؟ ولا تعلن وتشرف وتنظم وتؤثر وتعلن حتى نتائج الانتخابات. هنا واحدة. الحاجة الثانية، هذه اللجنة يعطولها إمكانيات أنه تكون هذه الانتخابات على مسجلة بكاميرا وتكون منشورة على المباشر. هذه واحدة. هذه اثنين. الحاجة الثالثة، هذه اللجنة تقيم دير نظام داخلي بنفسها، هي تجعل من المكتب الوطني هذا اللي يريدون أن يتزعموا، يكون هذا المكتب هذا يتعرض إلى عقوبة الإعدام في حالة ثبت أن الرئيس تاعه أو المجموعة اللي تحط به بالإعدام. اللي تحت في الأرضية عقوبتهم من 5 إلى 10 سنوات فورية، يعني إجراءات ردعية. نعم إجراءات ردعية. وتفضلهم بعد روح تفضل ولا تتقدم هذه الدعوة، لا تتقدم مدى الحياة وما فيهاش ظروف التخفيف
وتجميد كل الأموال، الأموال التي استفاد منها، وتجويلكم أمواله حتى للصلاة، حتى للحفيد الرابع. يعني تفضل أخي أرواح أحكم المناصب. يعني مبادرتك فيها ربما أهم نقطة هي نقطة اللجنة، لجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات، تحييد الإدارة، حيدنا الإدارة، حيدنا رئاسة الدولة. هذه الخطة ألف، وعندنا الخطة باء، عندنا الخطة جيم، خطة دال، حتى عندنا آليات كيفاش يروح بالصالح. ربما كان من الأجدر أنه لو وجهنا النقاش وتبارزنا بالأفكار وتلاقحنا بالأفكار منذ بداية القصة. نعم. وليس ربما أنا ما نحبش هذاك الاستفزاز ولا هذاك التراشق ربما بين الضيوف، أنا أسلوبي ربما هادئ أكثر. ربما أستاذ مسعود ما عندك الضيف. هو نتمنى بأن الأنا يصبح نحن. إحنا هذا هو الهدف الذي ننطلق منه. أنا نظن بأن عندما نتكلم الشخص هنا يدخل الزعامة عند مفهوم الجزائريين، لأن الزعامة هي كلمة كبيرة لما نتكلم عن الزعامة. لا يوجد في الجزائر من يريد الزعامة، أنا لم أجد شخصا يناضل يريد الزعامة. كتنظيمات نحن كنقابة بوجودنا الميداني وبضغطنا الميداني المعروف ما انتصرناش لدواتنا. رحنا 15 نقابة باختلاف القوى تاعها، ورحنا الى اكثر من 90 جمعيه وطنيه، ورحنا دوبنا في هذه الجمعيه، ومستعدين الان نؤسس لفضاءات جامعه. ونظن من يريد ان يجمع، لا اظن بانه يريد ان يتكلم عن شخصه او يريد ان يتكلم عن الزعامه. نحن نريد ان الجميع يكون موجود، وننتقل من الانا ومبادره الانا الى المبادره الجامعه التي هي اساس الحلول، التي يمكن ان نجد بها الحلول لمشكله اساسيه، ازمه سياسيه الان موجوده في الشارع. ونظن بان الشارع راهو فتنا وراهو تجاوزنا برؤيته وطموحاته. هو قال لك تفلسف، قل واش حبيت، انا راهو المطلب تاعي واضح، وغدوه ما تمشيش هذا الامر لا يحقق، دير اي طريق تمشي. والشعب عندما لم ينخرط في مسار الماده 102 حدث ما لم يحدث في اي سنه عندما استحالة إجراء انتخابات 4 جويلية. إذن يجب أن نكون في مستوى هذا الشعب، والشعب الجزائري نظن بأنه أعطانا الفرصة بأننا نقدروا نصنعوا شيء كبير لهذه الجزائر. أستاذ سعود بوديبة النقابي والفاعل الميداني، شكرا لك على هذه المشاركة. أشكرك أيضا أستاذ حسن فواتي رئيس مركز الدراسات القانونية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا، سلام الله عليكم.